عارف طبعا مين دول يا شيخ فرهود؟ دول مريدينك ومن جماعتك، والست الطيبة دي هي اللي دلت عليك وقالت إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ربنا هو اللي قال مش أنا. ونعم بالله ونعم بالله. يبقى مفيش داعي بقى للإنكار، وتفضل حضرتك قول لنا على كل التفاصيل. يا بيه، ما أنا قلت لك كل اللي حصل. أنا مش هفضل مستني طول الليل مستني سيادتك تتكرم علينا وتقول لنا على الحقيقة. سيادتك دول مش هيجوا غير بالضغط، هو اللي هينفع معاهم يا فندم، سيبهم لي. أنا قلت محدش يلمسلي ولا يسألي، قول لهم يا زين على كل اللي تعرفه. طب ساكتك انت، تسكت خالص، انت تدي اوامر واحنا واقفين ولا ايه؟ قول لي انت يا زيد، قول لي انت اللي تعرفه عنه واللي معاه. يا فندم، اللي اعرفه انه هو كان على علاقه طبعا بجماعات المؤمنين اللي ليها نفس الاهداف وبتطبق شرع الله. بسم الله عليك يا اخويا، قول لنا بقى الاسامي وايه الجماعات دي. خلص. انا شخصيا ببقى وسيط بينه وبين جماعه هنا في كرداسه. ايه؟ قلت فين؟ كرداسة. ايوه تمام. تطلع ايه بقى الجماعة دي؟ وامير هيبقى اسمه ايه؟ اسمه زيد. تعرف تخرس؟ خليك معايا انا يا زيد، ركز. امير الجماعة اللي في كرداسة كان اسمه ايه؟ كان اسمه الشيخ حامد. ايه؟ حامد الخربوط ليه؟ تمام يا فندم. بقولك يا زيد، كنت بتشوف حد عنده من كبارات الجماعة؟ يعني حد زي عبد الجبار دنيا، حد زي فؤاد الحسيني مثلا. فؤاد الحسيني قلتلي مرة انك قابلته واداك كتاب هدية. عملتم ايه؟ قتلكم الله، قتلكم الله. فؤاد الحسيني، جه دور فؤاد الحسيني اللي لازم يبقى زي العجينة في ايدينا ويقول لنا على كل الأسرة.